مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احوال الطقس المرتقبه لنهار الغد الاجواء ستكون متقلبه على اغلب المناطق الشماليه للوطن بعد الامطار الغير مستبعده على الولايات الوسطى وحتى الغربيه لكن الامطار ستكون راديه ابتداء من اواخر نهار الغد على المرتفعات الداخليه الوسطى وحتى الغربيه بالجنوب الجزائري استقرار تام لكل العناصر الجويه مع زوابع رمليه موسميه بشمال الصحراء بصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي للوطن خلال هذه الليله ولصبيحه الغد درجات الحراره الدنيا تتراوح ما بين 7 درجات الى 12 بشمال الوطن 17 درجه بغدايه 13 بالواد بسكره 21 درجه بأدرارين صالح 19 درجه بتمرا سجانت لتقارب 24 درجه باقصى الجنوب عن ظهيره الغد الحراره القصوى ستشهد بعد ارتفاع طفيف مقارنة بنهار اليوم 24 درجة بقلمة خنشلة بسة قصر في نصيف 25 درجة ببتلة 19 بعنا بسكيك 20 درجة بالعاصمة 18 بوهران ومستغانم 23 درجة بالجلفة 20 درجة بالبيض لن تتعدى 32 درجة بشمال الصحراء 41 بإليزي 34 بأدرة 39 بان صالح تقال 43 درجة بأقصى الجنوب الجزائري للملاحة والصيد البحري فالبحر سيكون إذا مضطرب على طول الشريط الساحلي سرعه الرياح دي تشتد لتصل الى 50 كيلومتر في الساعه هذا على طول الشريط الساحلي الرياح ستاتينا وفق سيارات شرقيه شمال شرقيه بالنسبه لكل السواحل هذه احوال الطقس هنا بالجزائر خارج الوطن بتحديد الى بكين لان الاجواء ستكون مشمسه تماما مع 26 درجه طوكيو الاجواء ممطره مع 17 هونغ الاجواء مغشاه جزئيا مع 22 درجه بانكوك 35 درجة، داكا 36 درجة، الأمطار في الموعد بسنغافورة ب 31 درجة، نفس الأجواء بجاكرتا ب 32 درجة وفي الأخير نيودلهي الأجواء ستكون مغشاة جزئياً، درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 39 درجة مئوية. شو الشمس اللي الجزائر العاصمة وضوحها، نهار الغد يكون في حدود الساعة السادسة صباحاً و30 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائماً في الخدمة. أشكركم